It's an ongoing problem without a doubt, and it can vary quite considerably. إنها مشكلة نعاني منها طوال الوقت. أحيانا تريدنا حمولة كاملة يصل وزنها إلى نحو 9 أطنان ونرفضها بالكامل، ولكن في المتوسط فإن نحو 20% من الحمولات التي تريدنا تكون ملوثة ولا تصلح لإعادة التدوير، فنضطر لرفضها. المواد التي لا تصلح لإعادة التدوير توصف بالملوثة لأنها رطبة وتحتوي مثلا على بقايا الطعام، أو ببساطة لا تصلح لإعادة التدوير. إنها مسؤولية الجميع. على الحكومة أن تضع الإرشادات الدقيقة بشأن إعادة التدوير لكي يكون التدوير ممكناً، ولكن المسؤولية تقع على عاتق المواطنين في التأكد من وضع كل شيء في السلة الصحيحة. والأهم أن تتحول إعادة التدوير إلى عادة لدى المواطنين بعد أن ظلت لوقت طويل أمراً معقداً ويحتاج الكثير من الوقت والجهد. وما تطلبه الحكومة من المواطنين هو التوقف لحظة والتفكير قبل اتخاذ القرار بإلقاء شيء ما في هذه السلة أو تلك، خاصة وأن إلقاء المواد الملوثة في سلال إعادة التدوير يزيد من تكلفة العملية ويزيد من صعوبة وتعقيد مهمة القائمين عليها. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.